بس انت وهي. كملي يا فكير. زي ما قلت لك يا بيه، كان عندي المغرب. لا قبل المغرب، في النهار يعني. انت متاكده من الكلام ده؟ الا متاكده يا سعاده البيدي، جريمه قتل. ده يا حبه عيني ما يقدرش يذبح فرخه، ده الدماشه يا سعاده البيه. كان عندك بيعمل ايه؟ ده كل الناس دي ما كانت بتعمل. انا بقى بحب الناس والناس كلها بتحبني، وعشان كده بيجوا يسهروا عندي. بلك انت لو شرفتني يا سعاده البيه هتلاقي عندي اعيان البلد. هنظهر ده اجراء غير قانوني، وانا هبلغ وزير الحقانيه شخصيا بشرفي شخصيا. انت اسمك ايه؟ اسماعيل بيك ثابت. الاسم الثلاثي بدون القاب. بدون القاب. اسماعيل ثابت مفصلي. انت بتشتغل ايه؟ بشتغل ايه؟ عضو حزبي منحل. عضو حزبي؟ هو ايه اللي وداك مكان زي ده؟ ايه فيها ايه؟ كنا بنعمل دعايه انتخابيه بنقوي بيها الحزب. فعلا انا شفت رمزي ابن رشدي باشا كان معانا هناك من المغرب. الله، هي الزيارات ممنوعه يا بالظبط؟ الزيارات مش ممنوعه. امال ايه؟ بس المخدرات والدعاره واخفاء المجرمين هم دول الممنوعين. هناك خطا في اجراءات المعاينه والقبض والجرجره، ثم احنا ناس مش مسخره. طب انت كنت هناك بتعمل ايه؟ انا كنت بحلم بمستقبلي السياسي، وصحيت لقيت نفسي كده. ابراهيم بيه؟ نعم. نام تاني.